السلام عليكم أيها الأحبة أينما كنتم، لقاؤنا يتجدد وإياكم على الخير والمحبة دائما. أيها الأحبة، ما عادت الاتفاقية العراقية الصينية اتفاقية بين بلدين وتخص شأنا اقتصاديا وحسب، إنما أخذت أبعاد كبيرة وهي أبعاد سياسية في الغالب. لذلك نرى أن تداعياتها انعكست حتى على الفعاليات السياسية، إذ نشأ نوع من الصراع بينها وبين جمهورها، الذي هناك من يرى منهم أن هذه الاتفاقية تمثل خلاصين في آن واحد. الخلاص الأول هو الخلاص من الهيمنة الأمريكية، الخلاص الثاني هو الخلاص من الركود الاقتصادي الذي تسببت به الولايات المتحدة أيضا، ومعها طبعا المفسدون الذين عملوا على تحويل خزانة العراق المالية إلى جيوبهم. هذا جهة. جهة أخرى أن أموال ريع النفط ما عادت إلا أموال يعني تدخل في حسابات المصارف و الشركات والمؤسسات الأهلية. موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو جاء بعنوان الصين تفوز بمونديال السياسة الذي أقيم في الرياض. أيها الأحبة، معكم على فاضل في التقديم وفي الإعداد معي الإعلامي قاسم العجرش وفي الإخراج أحمد سلام. كما اعتدنا أيها الأحبة نقرأ سوية مقطعا من إحدى المقالات التي كتبت حول الموضوع. مقالنا الأول حمل عنوان القمة العربية الصينية وانعكاساتها الإيجابية على العراق، الكاتب عادل الجبوري. القمة العربية الصينية وانعكاساتها الإيجابية على العراق، للكاتب والباحث بالشأن السياسي عادل الجبوري. تعول الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السودان على تنمية العلاقات مع الصين وإزالة كل العوائق التي تحول دون ذلك، من أجل تحقيق نهضة سريعة في مجال البناء والإعمار والخدمات وتوفير فرص العمل، لا سيما مع إعادة الروح للاتفاقية الاستراتيجية المبرمة بين الطرفين، ومن خلال ذلك ستنجح بغداد بقدر معين في الحد من الهيمنة الأمريكية على مقاليد الأمور، وخصوصا في القطاعات الحيوية مثل قطاعي النفط والكهرباء. ولا شك أن تطور وتنامي العلاقات العربية الصينية ستكون له انعكاسات وآثار إيجابية على مسارات العلاقات العراقية الصينية، وبالخصوص إذا كانت علاقات العراق مع محيطه العربي وفضائه الإقليمي تسير بالاتجاهات الصحيحة والمثمرة. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وانضموا معي للترحيب بضيفي الكريم الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أحمد خالد الكعبي. مرحبا بك ضيفا كريما علينا. أستاذ أحمد، ما هي فرص العراق فيما يتعلق بالالتحاق باتفاقية طريق الحرير التي انضم لها عدد كبير من الدول؟ طبعا استحوذ الدول الجوار أيضا على الجزء الأكبر من المشروع، شو تعلق على هذا الكلام؟ مرحبا أستاذ علاء، أهلا بك وبكل مشاهدي الأيام وبكل مشاهدي وبكل المشاهدين. عفوا، قبل ما أدخل بإجابة مباشرة، أنا يمكن عودتك على يعني بعض القفشات إن صح التعبير. عنوان الحلقة عندي في التعليق بسيط عليه. أنا أعتقد أن الصين لم تفز بعد، لا زال الأمر في يعني خاضعا لجدليات الصراع. هو صراع على قمة العالم، لكن على ما يبدو أن السعودية عازمة على مغادرة تبعيتها التامة أو الصرفة للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك حققت الصين خرقا لهذه المنظومة الدولية التي عرفت بأنها تدين بالولاء للولايات المتحدة. أنا يعني ممكن أن أختلف معك. أنا أعتقد أن ما جرى كان برضا واشنطن. قمة الرياض لم تكن تمردا سعوديا على الولايات المتحدة بقدر ما هي إزعاج أو تشويش، لأن كل المتابعين يعرفون أن هناك خلاف حاد بين الحزب الديمقراطي وإدارة بايدن من جهة، وبين محمد بن سلمان على وجه الشخصي. يعني هم لا يرغبون به وليا للعهد، وبالتالي
لا يرغبون به ملكا على السعودية. عندهم وجهة نظر أخرى. محمد بن سلمان بالفترة الأخيرة الدولة السعودية الدولة السعودية كسيستم أزعجت الإدارة الأمريكية الحالية كثيرا عندما خولت محمد بن سلمان واحد من أهم صلاحيات الملك اللي هي رئاسة جلسات رئاسة الوزراء، خولته وبدأ يرأس، وهذه واحدة من أهم وظائف الملك، وبالتالي هذه رسالة أنه محمد بن سلمان هو الملك القادم. محمد بن سلمان واضح مدعوم من جزء مهم من الحزب الجمهوري وبيئته السياسية، وبالتالي ما جرى هو أعتقد القضية أوسع. الولايات المتحدة عندها الآن صراع مركز أستاذ علاء مع الروس في أوكرانيا، والكل يعلم أن الصين داعمة لروسيا في هذا المجال. هم لعله يريدون تفكيك هذه الجبهة عبر السماح للصين بتحقيق واحدة من أهدافها المهمة في المنطقة، وهو الولوج لمراكز النفوذ الأمريكي. الصراع ووقوف الصين مع الروس يعني لا يمكن أن يتفكك بمبادرة من هالنوع. لا ممكن. أنت عندك البارحة زار وفد مهم أمريكي، وصف البيت الأبيض، وصف الوفد أو وصف وظيفة الزيارة بأنها زيارة لإعادة الدفء للعلاقات بين الصين وبين الولايات المتحدة. وأيضا من مهام هذا الوفد مرتبطة بطموحات الصين أستاذ أحمد، يعني القضية أعقد. شنو الدفء؟ شنو يعني حتى الدفء هذا لا يصل إلى مستوى مثلا أن تتنازل الصين عن مساعيها لأن تكون قطبا، بدليل أنها سعت بالاتفاقية لتفعيل لكسر طوق الدولار، حاولت أن تفعل العملة الثانية الرديفة للدولار وهي اليوان الصيني مثلا. بالبيان الختامي أستاذ علاء، أشارت السعودية إلى أن العملة يعني طريقة التعامل سيكون حصرا بالدولار الأمريكي، وهذه إشارة السعودية بالذات من رأس الهرم الآن اللي هو محمد بن سلمان، بالذات إشارة منه إلى الإدارة الأمريكية بأنه لا يبحث عن، ربما يبحث عن إزعاج أو تشويش، لكنه لا يبحث عن إغضاب الإدارة الأمريكية. هذا من جهة. من جهة أخرى، الولايات المتحدة تعرف جيدا أن الصين أصبحت قوة ليست إحدى قوى العالم، صحيح، بل قوة مهيئة لاستلام إدارة هذا العالم، وبالتالي لا يمكن لها، وهي الدولة التي تدير العالم، وبالتالي هي دولة يجب أن تتصف بشيء من المنطقية. احنا يعني نريد نوضح أهمية الصين في المرحلة القادمة. الصين يعني كان يقال أن الصين تسعى لأن تكون قطبا ثانيا، لكن كثير من المحللين السياسيين أشاروا إلى أن الصين تسعى لأن تكون هي القطب الفاعل الأول. هذا للتأكيد على أهمية الالتفات إلى ضرورة العلاقة مع الصين في المرحلة. الصين أستاذ علاء، إدارة العالم لا تتحمل أكثر من زعامة. كل شيء في هذه الدنيا لا يتحمل أكثر. كانت إدارة العالم بين قطبين، تقصد فترة الحرب الباردة، السوفيتي والولايات المتحدة، ولهذا كان صراع بيناتهم. نعم، ليش صراع؟ لأن يعني وفق الفكر السياسي لا يمكن لزعامة أن تسلم لزعامة أخرى، وبالتالي عن ماذا تبحث؟ الصراع عن ماذا يبحث؟ عن إنهاء هذا الصراع لطرف معين، طرف منتصر وطرف منهزم. لكن هذا الصراع كان يحقق نوع من التوازن في العالم. أكيد مو بالضرورة تروح مثلا إلى ما قاله فوكوياما في قضية نهاية العالم. أكو عبارة دقيقة، عبارة دقيقة للإمام الخامنئي أمد الله في عمره، تغريدة قبل أيام، قال العالم أصبح يتغير وهو مقبل على تعدد الأقطاب، لكن أشار إلى صعوبة هذا الأمر. أشار إلى صعوبة طبعا أكيد بالمحصلة ستتحقق تعددية. هو ما قال الصين وروسيا والولايات المتحدة، لكنه هو أشار أنه العالم القادم هو عالم متعدد الأقطاب، أي أنه سيكون يجزم أنه عالم متعدد الأقطاب، وأشار بضمن تغريدته إلى يعني قال أنا أشير لبعض الملامح، لا يمكن تحديد كل الملامح، أشار لبعض الملامح منها انزواء الولايات المتحدة أو انكفائها، يقصد في الدور العالمي في القيادة يعني. طيب الآن احنا لاحظنا، شفنا أن كل دول الخليج وقعت مع الصين في موضوعات الحزام والطريق.
الآن هل ما مدى حاجة الصين للعراق في ظل توقيع دول الخليج كلها؟ بحسب المختصين في هذا المجال وهم علماء الجي بوليتيك يشيرون إلى أن العراق هو تقاطع الطرق وليس الطريق الصيني. نعم. كل الطريق القادم من باكستان، الطريق القادم من إيران لا يمكن أن يصل لا يمكن أن يصل إلى أوروبا إلا عبر العراق. ولوين يروح يعني؟ عن طريق الخليج والسعودية عن طريق الخليج مثلاً. أكو مانع مائي. بعد إذنك. ما ممكن. يعني بعد إذنك. نعم. يعني. ولذلك تفسر مساعي أو استقتال السعودية على حصول استثمارات على حصولها على استثمارات في بادية السماوة حتى تدخلها على سوريا أو الأردن. أنا يعني إذا سمحت لي استاذ، أنا أعتقد ما جرى في الرياض، الرياض هسه أنا ما أقدر أريد أبقى في 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 يعني في في دائرة الذوق العام. جيد. إيه يعني أعتقد السعودية دائما الرياض بالذات هي محط بصراحة للقمم الاستعراضية. تتذكر أنت القمة اللي عقدوها مع ترامب؟ نعم. كانت قمة استعراضية والعالم سيتغير وجيش سني عدده 100 مليون ما أدري كذا، والآن هو أثبت الواقع أنه لا شيء تحقق من ذلك. ترامب نهب 500 ألف مليار. نعم. بالتحديد 450 مليار. نعم. لخزائن الولايات المتحدة، وبالتالي هو سعوديا لم يتحقق شيء. نعم. أنا ما أعول كثيرا على هذه القمم الاستعراضية. هذه أعتقد القمة الأخيرة بين الصين، نعم الصين بلد كبير وينافس على زعامة العالم. نعم. وبالتالي هو يبحث عن ما يفيده. السعوديين أعتقد كل اللي 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 يحاولوا هو تثبيت، لأن قضية إدارة الملك العائلة المالكة. نعم. إدارة عملية انتقال سلسة للسلطة. نعم. لرأس الهرم. نعم. للملك من ملك إلى آخر غاية في الأهمية والعمق، لأنه يختل كل النظام، السيستم كله يختل. كل هذا يجري لتهيئة الظروف لشخص محمد بن سلمان ليكون ملكا قادما للسعودية. عراقيا ما هي الأثار باعتقادك يعني اللي راح تترتب سواء كان سلبية أو إيجابية من التحاق العراق بطريق الحرب؟ باعتقادي وحتى يفهم المشاهد بعيدا عن المصطلحات المعقدة. نعم. نعم. أعتقد أن لا إنقاذ للنظام السياسي في العراق إلا بتفعيل الاتفاقية الصينية، لكن بمحاولة مثل اللي سوى السعوديين. لا تغضب الولايات المتحدة. لأنك بلد صغير لا يمكن لك أن تواجه ذلك الغضب الذي احنا بعد ما بينا يطيحون بحكومة جديدة عبر مظاهرات مصطنعة. من الذي يصنع؟ والإشارة ترى أستاذ علاء، الإشارة أنا عندي سؤال في هذا المحور. هاي الإشارة مهمة. أنا عندي الإشارة وصلت. نعم. للنظام السياسي. نعم نعم عندي سؤال في هذا. وصلت. خلينا نوصلها يعني. نعم تفضل. أي طيب، باعتقادك إذا هذا المشروع ما تحقق، التحاق العراق بحزام والطريق أو الطريق والحزام، شنو تصورك المشروع البديل الذي على الحكومة العراقية أن تسلكه؟ ليس لها أي بديل عن. طيب. عن الاتفاقية الصينية. يعني لا مناص من أن ليس لها أي بديل الآن، لكن المشكلة وين استعلها الآن؟ المشكلة الانقسامات صفرية أصبحت في الساحة العراقية. يعني الآن هو داعم ومؤيد، هو مو بالذات الخلاف على الاتفاقية الصينية من عدمه. لا، الاختلافات من تصبح صفرية بهالطريقة خطرة جداً. يعني وين راح تسحف؟ راح تسحف على المصالح العليا للدولة والبلد. وبالتالي لازم نبحث عن توافق محلي أولا. نبحث عن توافق محلي، نبحث عن تفاهم بالحوار بتقاسم المصالح. الخطرة جدا قضية الاختلافات الصفرية من أن تؤدي بالنهاية. أنت شريد تقول بالاختلاف الصفري؟ شو تقصد؟ الاختلافات المحلية بين الكتل السياسية. طيب. وهي ليست بخافية على أحد. نعم. هناك كتل انزوت لكنها يعني بالفريزر. طبعا. مو في القبر. طيب. تختلف المسألة. طبعا. هاي القضية يعني بالمعنى المجمل للمسألة. النظام السياسي في العراق أصبح منقسم الآن.
الاتفاقية الصينية مرتبطة بصراعات دولية وصراعات حول زعامة العالم. من تجيبها تخليها على هذا راح يولد عندك إشكالية كبيرة. ما راح تعقد اتفاقية صينية، أنت النظام السياسي مالك مهدد. مهدد. طيب. والقضية رفع الشعارات وقضية الإصلاح وقضية مهدد، أنت تقصد حركة السفيرة الأمريكية في بغداد والرسائل التي تبثها في تصريحاتك؟ يعني هنا 7 لقاءات. نعم. وما كان السودان مكمل 40 يوم. نعم. 7 لقاءات. نعم. وهذا غير مسبوق يعني. نعم. هذا بدلالة قطعية على أن هناك ضغوطا هائلة تمارس على الحكومة العراقية، وبالتالي يجب أن يصلوا إلى تفاهم. جيد. لا يمكن في العراق تحقيق أشياء قسرية. هذا ثابت في تاريخ العراق. وإلا راح يقودنا لاضطراب جديد. أصبحنا كبلد، كشعب، كدولة، كنظام سياسي غير مهيئين لتحمل تبعاته. جيد. بالمطلق يعني. ما ممكن إليك، أنت بلد منهك، ما ممكن إليك تتحمل تبعات صراع أيضا هو صفري بين القوى الدولية والإقليمية. وبالتالي لازم يعني من باعتقادك وين حدود الحكومة العراقية بهذا الصراع، صراعها مع السفارة الآن؟ نعم. الآن بصراحة أنا يعني أنظر باحترام لخطوات السيد السوداني. سوداني. نعم. أشوفه رجل حازم محليا. لكنه متعقل في هذه الملفات الدولية. ليش؟ بالمقدار اللي تستلزمه الحالة. هو طلع من بيئة الإطار. بيئة الإطار العامة. استفادت من تجاربها. يعني بالتالي ما تريد تخوض صراع مباشر. هي تعرف كل الزين أن ما يجري في أرض العراق ليس صراعا محليا بحتا، بل هو صراع دولي مرتبط، أطراف محلية مرتبطة بهذا الطرف وذاك الطرف من الأطراف في القوى المحلية والدولية. أستاذ أحمد خالد الكعبي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقال آخر حمل عنوان لا تعولوا كثيرا على الصين، الكاتب ماجد الشويلي. لا تعولوا كثيرا على الصين، للكاتب والباحث بالشأن السياسي ماجد الشويلي. لا أحد يشك بأهمية بل وبضرورة التحاق العراقي بطريق الحرير، وأنا شخصيا من المؤيدين والداعمين لهذا التوجه، إلا أن الالتحاق بطريق الحرير لا ينبغي أن يتحول لدينا إلى مسألة حياة أو موت، وكأننا إذا لم نلتحق به سنموت وليس لنا غيره من سبيل للنجاة. أن منشأ هذه الرؤية مرتبط بنظرتنا وتقييمنا للصين راعية هذا الطريق وعملاقه الاقتصادي. نعم، إذا أردنا أن نلتحق بطريق الحرير علينا أن نجعل طريق الحرير مصلحة وغاية صينية أكبر من كونها عراقية. وهاي الراد الهزلم. مرحبا بكم أيها الأحبة مرة أخرى، وأجدد ترحيبي أيضا بضيفي الكريم الأستاذ أحمد خالد الكعبي. الأستاذ الكاتب ماجد الشويلي، يعني لا يدفع باتجاه التفاعل الكبير والمفرط مع اتفاقية الصين، يعني يقر أنها مهمة وضرورية للعراق ويقول أنا من داعميها. هو علق الكاتب. علق. نعم. علق. نسبيا أنا مع جوهر المقال. جيد. نسبي أنا طلعت على المقال بالكامل. نعم. مع الأستاذ ماجد شويلي. هو مقال حقيقة قيم و يعني مو يروج. نعم. جايب رأي جديد يستحق الاهتمام والاحترام حقيقة. هو الرجل يعني مبدع. لكني وتحياتنا إلى أستاذ ماجد من هالمكان هذا، صديق عزيز وأخ عزيز عليها. لكن أنا أعلق بالآتي. هناك مبدأ تعتمده السياسة الصينية منذ القدم. هو مبدأ يسموه هم النمر الرابض على التل. هذا كناية عن أنه إذا عندك عدوين يتصارعون أنت لا تتدخل. أبقى على التل رابض. ليش؟ لأن المعركة أكيد راح يعني تنتج عن خاسر ورابح. الخاسر أنت انتهيت منه بدون جهد. والمنتصر في هذا العدوين ذولي هو مجهد. نعم. فأنت راح تنزل من التل، أنت كنمر رابض راح تنزل من التل تجهز ببساطة على المنتصر. جي. المنهك القوى. جي. أنا أقول أنه الصين، هو أستاذ ماجد مقال القيم هذا يشير إلى أنه
بيئة المقاومة بشكل عام منزعجة من لربما يعتقد هو أنه منزعجة هذه البيئة من مما جرى في الرياض. أنا أقول أن 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 النظام سيستم أقصد مو النظام السياسي سيستم العام الذي يحكم دولة المقاومة وأطراف المقاومة هو أكبر من أن ينزعج من مجرد قمة. والدليل أنه أكو قمم أخطر بكثير من هذه القمم قمم كانت أمريكية لم يرف لها جفن في الجمهورية الإسلامية أو الأطراف المقاومة في المنطقة. هذا لا يزعج الجمهورية الإسلامية ولا يزعج محور المقاومة بشكل عام. بالعكس لربما ما جرى وأود أن ألفت انتباهك أنه نائب وزير الخارجية الصيني أعتقد أول من أمس أو أمس زار طهران وحاول يشرح ما جرى في الرياض ويعني وأعتقد أنه محور المقاومة عنده علم بالكامل بما يجري من 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 تفاصيل ومن أهداف استراتيجية. وبالتالي أقول أن الصين دولة عظمى يا أخي بالنهاية لا يمكن لها أن بصراحة تكون كالقرد تقفز من مكان لمكان دون الاعتبارات استراتيجية وجيو استراتيجية. أكيد لعلها تقفز من مركب إلى مركب يتهمها أستاذ ماجد بمقالة أنا أقول لعلها تسعى للسيطرة على كل المراكب وهذا وليس القفز من مركب إلى مركب. ما ممكن مو منطقي هذا ولا كيف يعني دولة تنافس الآن زعيمة العالم الولايات المتحدة تخشى من الصين علني على شاشات التلفاز كيف لها أن تتصرف تعقد اتفاقية ب 450 مليار دولار مدتها 25 عام مع الجمهورية وببساطة هكذا يعني ممكن ببساطة تدير ظهرها لهذه الاتفاقية لتعقد اتفاقية مع الرياض. لا الصين اعتقد ما تقفز من مركب الى مركب. طيب انا سؤالي الآن بعد اذنك يعني سؤالي تكميلية الآن. يعني سؤالي الان 25 سنة اتفاقية الصين مع الجمهورية الاسلامية 50 سنة اتفاقية الصين مع الكويت مثلا واتفاقيات اخرى ارتبطت بها بلدان الخليج العربي. طيب كل هذا على مرأة ومسمع من الامريكان. ليش الامريكان يمنعون الاتفاقية بالعراق؟ هو انا عم عندي فد عقيدة يجوز راح الشكل عليه فد استغراب استاذ علاء. انا اعتقد مجيء الامريكان 2003 بالاساس هو بهدف قطع الطريق على الصين الا بالعراق. يعني ليش هو اصحابهم هم الامريكان اصحابهم بالخليج سواء في الكويت خو هي لولا الجهد الامريكي ما تحررت الكويت من قوات صدام. فهذه الصلات الوثيقة التي ترتبط بها الولايات المتحدة الأمريكية ببلدان الخليج وتسمح لهم بالذهاب باتجاه الصين. ليش من توصل الأمور للعراق يرفضون رفضا قاطعا؟ لا بالعراق تختلف. أنا أريد أعرف الاختلاف وين. أنا الآن راح أفصل. بالنسبة للولايات المتحدة أكو حدود للقوة. جيد. أكو حدود بالفلسفة والفكر السياسي استاذ علاء. حتى القوة إلها حدود مهما تغولت. مهما كانت كبيرة. بالتالي الصين إذا قوة إذا قوة القوة الثانية أيضا تفرض بعض من إرادتها بعض من تفوقها بعض من مميزاتها. الآن الصين تعيش هذا الدور. الولايات المتحدة لا تستطيع لكن الصين ذاهبة باتجاه تدعيم اقتصاد العراق وعبر تصريحات كبيرة سواء من وزير الخارجية من رئيس الحكومة تدعم أو تشجع العراق للدخول باتفاقيات اقتصادية مع الصين. خل أقول لك يعني هي أيضا متقاعسة عن دعم العراق اقتصاديا بهذا الناحية. خل أعبر لك عن هاجس يجول في خاطري لم يتحول إلى اعتقاد بل هاجس. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تعطل الاتفاق عطلت وتعطل الاتفاقية الصينية العراقية بهدف المفاوضة بهدف المساومة مع الصين ليس مع العراق. أنت هي تعرف كل الزين أنه الاتفاقية مع الكويت 50 سنة ومع السعودية كذا ومع تركيا كذا ومع الجمهورية الإسلامية كل هذا بالنهاية رأسه رأس ما يجري في الجوهر هو العراق هو المعبر هو المركز لن يتم. وبالتالي هي تريد أن تفاوض لعلها في يعني
تريد أن تحقق بعض المكاسب الجيوبوليتيكية ويعني تأخذها أخذا من الصين لكي توافق. لكن بالنهاية المشروع سائر، لا يمكن لأحد تعطيله، لا يمكن لأحد تعطيله. الولايات المتحدة تسعى لتحقيق لتفكيك الجمع الصينية الإيرانية الروسية، تسعى لذلك. ولهذا أعتقد بالأمس كانت أو اليوم قمة بين بايدن والزعيم الصيني، ووفد زارها، زار الصين. وأريد هم أشير لقضية، البارحة أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية عن اختراع جديد مذهل، هو ما بعد الطاقة النووية. هو فتشي معقد أستاذ علاء، علمي يعني، يعني حتى الخبراء اللي سمعت لهم بعض التحليلات يشيرون إلى أن القضية حيل معقدة، يعني ما يقدر يشرحها على التلفاز، يعني فد مصطلحات فهذا طاقة نظيفة يوفر، باختصار يوفر طاقة نظيفة ورخيصة. وبالتالي أنا ما أعتقد هو يعني قبل يومين ثلاثة اكتشفوا العلماء الأمريكيون، لكن وقت إعلانه في ذروة الحرب الروسية الأوكرانية، طبعا هي الحرب الروسية الغربية وليس الحرب، وفي ذروة الصراع مع الصين وذروة الصراع مع الجمهورية الإسلامية والملف النووي وهذه التفرعات، هذا الإعلان أدعو جميع المختصين إلى التأمل به وتفكيكه، معرفة شنو هذه الطاقة النظيفة الجديدة وشنو تداعياتها. هسه مو هذا موضوعنا، موضوعنا طيب، أنت إذا كان الأمريكان يعتبرون أن وجودهم في العراق هو لمفاوضة للتفاوض مع الصين، قلت هذا، هسه نروح ويا باتجاه لعد، شلون تقيم سفرة أو حضور السيد رئيس الوزراء للقمم الثلاثة التي عقدت في الرياض لعقد شراكات اقتصادية مع الصين؟ هو بأي مانع؟ أول شيء حكومة الإطار، يا أنا أرايح وين أقصد؟ أقصد إذا كان هذا الهدف الصيني، الهدف الأمريكي، والأمريكان موجودين واقعا في العراق ولها قدرة على أن تحرك الشارع كما تشير بعض المعطيات، فما فائدة هذا الحضور؟ تشير بعض الرسائل، نعم، وصلت الرسالة. فما فائدة إيه؟ ما فائدة هذه الزيارة؟ والله قناعتي أستاذ علاء بكل صراحة ووضوح، لن تمر الاتفاقية الصينية العراقية، لن تمر، تمر بالرياض ما يخالف، رئيس وزرائنا يحضر القمة، هو شيء مو منطقي، يعني يدعو السيسي سلمان محمد بن سلمان ويدعو السودان ويدعو دول يعني على الهامش أيضا، وما ما يدعو جار بلد كبير ومهم مثل العراق، مو منطقية. يعني باختصار لا يبدو أن هناك جهدا سعوديا يبذل باتجاه تغيير بوصلة العرب باتجاه الصين، ولذلك أنا أشرت فيما سبق من أن هناك تحول في السياسة السعودية، يعني ربما تغيير البوصلة من الولايات المتحدة أو في الأقل تفعيل الدور الصيني أزاء الدور الأمريكي. لا هذا متداخل أستاذ علاء، هذا ما بيه حكم قطعي. سعوديا تحققت الرسالة، وصلت الرسالة، طبعا قبلها رسالة، رسائل اللي هو زيادة إنتاج الأوبك بلاس، رسالة جدا مهمة، كانت رسالة مهمة، وهذه أيضا رسالة أخرى للإدارة الأمريكية، أهداف أهداف المملكة العربية السعودية أهداف محلية، تريد محلية مع أن الأغلب يذهب باتجاه أنها تحاول أن تفرض زعامة للمنطقة. الأستاذ خالد الكعبي، أنتم أيضا أيها الأحبة تعالوا معي لنقرأ مقطعا من مقالنا الأخير الذي حمل عنوان القمة الصينية العربية الخليجية السعودية أرادها ابن سلمان لتأكيد تجزئة المجزأ، الكاتب الدكتور إسماعيل النجار. القمة الصينية العربية الخليجية السعودية أرادها بن سلمان لتأكيد تجزئة المجزأ، للكاتب والمحلل السياسي الدكتور إسماعيل النجار. قمة ثلاثية الأبعاد، سعودية صينية خليجية صينية عربية صينية، أرادتها مملكة الرياض من أجل تأكيد تصنيف عالمنا العربي والإسلامي وتقسيمه إلى ثلاث فئات. هدفت السعودية من خلال تجزئة القمة إلى ثلاث قمم على أراضيها بتمييز نفسها وتثبيت ذاتها كزعيم أوحد في منطقة الشرق الأوسط ومرجعا سياسيا للأمتين العربية والإسلامية. الاتفاقيات التي وقعتها المملكة مع الصين
جاءت استكمالا لمحادثات أجرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز خلال زيارته الصين عام 2017 وزيارة ولي عهده عام 2019، وهي من ضمن مخطط سعودي يهدف للخروج من تحت العباءة الأمريكية نحو العالم. فلسطين لم يذكر تحريرها في البيان الختامي للقمم الثلاث سوى بالتفاهم والسلام. مرحبا بكم مرة أخرى وأخرى، وأجدد ترحيبي للأستاذ أحمد خالد الكعبي الكاتب والمحلل السياسي. الأستاذ الدكتور إسماعيل النجار من لبنان طبعا يتساءل، يقول ماذا سيكون رد واشنطن على تحركات الرياض ومخططاتها، وهل سيدفع ابن سلمان ثمنا لذلك؟ هو اصلا استاذ علاء الصين من اجت تدرك تماما ان هناك سميتاني بالاهداف الذاتيه لشخص همل ابن سلمان لزعامته لزعامته كملك قادم، تدرك ذلك. الصين يعني ما جايه عاميه يعني، لا تشوف كل الزين تشوف. هو الشعار اللي سوق محمد بن سلمان حتى يكرس كونه هو الملك القادم في مغازلة أو في يعني بث روح الحماسة لدى السعوديين أن السعودية ستتحول إلى قائدة للمنطقة من خلال بوابة الصين، من خلال عملية ويشتغل على 100 سنة من خلال من خلال عملية التحول التي ستفرضها يعني معادلات القوة وظهور القطبية المنافسة للقطبية الأمريكية. أنا أعتقد إذا كان فعلا بحسب هذا الوصف أن محمد بن سلمان يعتقد بذلك فسيعاقب حتما. يعاقب؟ سيعاقب حتما، لأن هذا تمرد واضح. أنت عندك 100 سنة من العلاقة، الدولة السعودية بنتها الولايات المتحدة. نعم بدون أدنى شك ورثت عملية بناها. ترامب قال لهم نحن نحميكم وإذا سحبنا أيديكم تمطلون أسبوع، قالوا زين زين. أعلق على هذا المقطع بالذات لأن حيل مهم وعميق. تفضل. إلى الآن إلى الآن يعني أنا تساءلت، كتبت مقال قبل سنتين أتذكر، كتبت هل الصين ساذجة؟ إذا اعتقدت الصين أنها باستطاعة يعني باستطاعتها أن تتزعم العالم اقتصاديا بدون خوض صراع سياسي مؤهل لربما يتحول الى صراع امني او عسكري، فما اعرف شنو ساذجه يعني. الصين الى الان لا تحمي حليفا، وما جرى بخصوص دكتور عادل عبد المهدي لا كان واضحا، بل لم تحرك ساكنا فيما يتعلق بتايوان التي يجب. فاريد اعلق بالتالي اريد اعلق اذا سمح لي جنابك، محمد بن سلمان اذا كان يعتقد بهذا الوصف فهو ساذج اخر. ليش؟ لأن الصين هي ما جاية تدخل صراعات أمنية وعسكرية، بالتالي هي ما راح توفر لك حماية. زين أنت عندك عداء وجودي مع إيران، وعندك الآن تريد تستعدي حاميك وباني نظامك السياسي الولايات المتحدة، يعني وين رايح أنت؟ يعني الصين راح تنزل لك مثلا جيوش تحميك من 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 الولايات المتحدة؟ هذا مو منطقي. هناك حلقة أجزم أنا، هناك حلقة مفقودة فيما يجري. وأذهب أنا لهذه القناعة، أذهب لا أعتقد جازما لكنني أذهب أن ما جرى في الرياض هو بموافقة الولايات المتحدة أو جزء مهم من الإدارة الأمريكية، رشوة، عملية رشوة للصين هي غير معنية بالسعودية بصراحة. يعني السعودية لا تشكل هاجسا للقوة الأمريكية، وربما تشكل قلقا إقلاقا، لكن بالنسبة لرشوة صينية لتفكيك. لازلت أصر على هذا المعنى. أمريكا جازف بأن تكون الرشوة الخليج. أنت بالتالي هو الصين، أنا ذكرت لك بالمقطع الثاني أستاذ علاء، الصين قوة وبالتالي هي تأخذ حيزها، تأخذ حيزها الفكري والاقتصادي والسياسي. وبالتالي هذا ما تقدر تمنع الولايات المتحدة. لكن بنفس الوقت واللحظة هذه القوة القادمة أيضا إذا قوة هائلة هي القوة الأمريكية، وعليه هو صراع لا يزال في مراحل، أنا أعتقد لا يزال في المراحل الأولى، مو ليس في الذروة. ولهذا تسعى الولايات المتحدة بحسب قناعتي
سمحت بما جرى في الرياض رشوة للصين لتفكيك الجبهة لتفكيك الجبهة الروسية الصينية الإيرانية. لأن إذا لاحظت قضية البيان الختامي كان مزعج مزعج للجمهورية الإسلامية، لأن ذكر الجزر الثلاث الإماراتية اللي ذكرهن بالنص، مما استدعى بعض الغضب الإيراني وردت عليه الصين بزيارة فورية بعد يوم واحد لنائب وزير الخارجية الصيني اللي نزل بطهران وذكر أنه إحنا ما لنا علاقة بما كتب في البيان، إحنا لنا علاقة بما جرى من اتفاقيات وهذه قضية خصنا إحنا ما تمس أحد، يعني في إشارة أنه لأن اتفاق وياكم وهو اتفاق قائم. بالتالي استاذ علاء، للتنصل مما ورد في البيان الختامي، يعني لا أجزم بهذه الآراء لكن يعني وفق المنطق، يعني صحيح. وفق المنطق لا يمكن لا يمكن اعتبار ما جرى إلا بموافقة أمريكية لتفكيك الجبهة الروسية الصينية الإيرانية اللي الآن واضحة في تجليات حرب روسيا مع حلف الناتو في أوكرانيا. خلال فترة حكومة السيد الكاظمي شهدت الاتفاقية العراقية الصينية نوعا من التعمية والتخدير، وكثيرا ما كنا نسمع بأن هناك محللين سياسيين يتحدثون عن هذا الجانب، كانوا تصلهم رسائل من الحكومة من رأس الحكومة أن اتركوا هذا الموضوع الآن من حكومة السوداني، من حكومة الكاظمي الآن مع مجيء حكومة السيد السوداني والآمال المعقودة على هذا الرجل، عادت موضوع الاتفاقية العراقية الصينية إلى الواجهة مرة أخرى، لكنها تزامنت مع خروج تظاهرات في الناصرية حتى بدأ وكأن المتظاهرين كأنهم حملت رسالة أمريكية أن لا تدنو من الصين. ما أدري شلون راح أذكر لك تعليق ما أذكر بالضبط هو للبيت الأبيض المتحدث باسم البيت الأبيض أو للبنتاغون أو للخارجية الأمريكية، لأن التعليق قديم. علقوا على من تم الإعلان عن الاتفاق بين الصين وبين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية في إيران، قال إيران بالنص إيران اليوم تحولت إلى عدو حقيقي. طبعا ما كان عدو كاذب، لكن ليش؟ لأنه إيران الآن تحالفت مع قوة تسعى للسيطرة على العالم. وسمحت يعني كأن المرحلة أفرزت محاور وسمحت لها بحيز جيوبوليتيكي على للولوج إلى المياه الدافئة في الخليج وبعدين إلى العراق وبالتالي إلى تركيا وأوروبا. هذا كان تصريح خطير مما يستدعي أمريكيا الرد جيوبوليتيكيا على هذه الخطوات. طبعا شنو يعني رد جيوبوليتيكيا على هذه الخطوات؟ هو الإعلان رسميا عن أن الولايات المتحدة تريد وتسعى، هي تريد وتسعى فعلا، لكن هذه المرة أعلنت تريد وتسعى فعلا لإسقاط نظام ولاية الفقيه الحاكم في إيران. أنت مو تروح، هي الجمهورية الإسلامية من عقد اتفاقية هي عارفة وين رايحة، رايحة لمجال خطر جدا وحساس ممكن تخاطر به بنظامها السياسي، لكن لأنها دولة راسخة القوة واثقة من نفسها عبر التجارب مريرة تعرف هذا كل زين، أصرت على الاتفاقية لأنها تعتقد أيضا كما تعتقد البرجوازية الوطنية في العراق بأن لا مناص ولا إنقاذ للنظام السياسي في العراق إلا عبر اتفاقية جديدة هي اتفاقية العراق مع الصين تضمن لك بنى تحتية تحقق باختصار تحقق ما عجز عنه النظام السياسي في العراق. طيب خدميا يعني. طيب أنا أريد تقرأ لي علاقة الكيان الصهيوني بما يجري حول الاتفاقية العراقية الصينية والموانع التي تضعها الولايات المتحدة أمام بغداد. الصين ترشو كذلك الكيان الصهيوني. جيد. الصين ترشو الكيان الصهيوني ولها اتفاقيات معه أيضا. لكن بالنهاية
الكيان الصهيوني هو بس الخط الذي يمر في العراق يذهب الى ميناء طرطوس بيشرشتها يعني لا يعني علاقه دوله بدوله دوله بدوله يعني اذكر يعني ما قيل من ان لو جرى تحول لخط او لطريق الحرير عبر الخليج سيذهب بالنهايه الى ميناء حيفا لا استاذ علي فيما ان الخط اذا مر بالعراق يروح لميناء طرطوس جيد جيد هو هذا بالتالي اسرائيل هي البنت الشرعيه للمركزيه الغربيه لا يمكن لها ان تخرج عن هذا المفهوم وضيع يعني ما يبقى له وبالتالي اسرائيل هي في يعني في طول الاهداف الامريكيه لا في عرضها نعم صحيح في طول الاهداف الامريكيه يعني ان خيرت بين التحالف مع من ايش تعتقد يعني تعتقد تختار الصين على الولايات المتحده جيد زين معروف ان الصين يعني لا تحمي صديق لا ما اعرف هو هذا قضيه متعلقه باستراتيجياتهم التي يؤمنون بها والتي ساروا عليها على مدى عشرات السنين شلون تفسر هذا الموضوع يعني كتعليق غير مباشر نعم. على ما سؤال حضرتك نعم. ما جرى في الرياض أعتقد هو محاولة صينية لعدم إغلاب الولايات المتحدة أنه أنتم موافقين على القمة وبالتالي إحنا ما اشترطنا اليوان كعملة ترى هذا شغلة حيل مهمة أستاذ نعم. السعودية أشارت أنه التعامل راح يكون بالدولار وبالتالي هذا انه الصين تسعى لدائما لامتصاص الزخم الولايات المتحده حيل من دفعه المواجهه يعني ولاحظت ما يجري في تايوان طبعا انا عندي سؤال اخير بعد اذنك يعني احنا كل تقريبا الشعب العراقي مجمع على جدوى ومنفعه الاتفاقيه العراقيه الصينيه كنت اتمنى هذا السؤال عاشت لك فشنو السبيل لإجبار الحكومة بأن توقع على اتفاقية بدقيقة لو سمحت هو أنا ما أفهم أستاذ علاء هي نعم. أنت تجبر الحكومة هي حكومة الإطار جيد الإطار هو ابن لا ما هو الحاضنة نعم على من يعول في إجبارها أنا أعتقد أن الإطار محرج سياسيا يدرك أن القوة الهائلة ضاغطة عليه بشدة يريد أوجز يعني الوقت نعم. أخذنا وبالتالي هو بصراحة يسلم الأمانة إذا بالذات البرجوازية الوطنية استلمت الرسالة أنا أدعوها لاستلام هذه الرسالة جيد. ترى الصراع الآن يعني هذه القوة قوى الإطار لا تريد للصراع أن يتحول إلى صراع مكشوف سياسي وأمني ولربما عسكري مع الولايات المتحدة نعم. تقول لكم هذه الأمانة تلقفوها ابذلوا ما في طاقتكم لأجل تحقيق هذا الطوق الإنقاذي للنظام وللبلد الكل أيها الأحبة يعتقد بأن الشعب العراقي عليه أن ينهض بمسؤولياته أولا في دعم الحكومة ثانيا في فرضها على الحكومة طبعا توحيد الموقف أزاء القوى الرافضة سواء كانت داخلية أو خارجية قضية في غاية الأهمية لتأخذ الأمور مجراها الطبيعي كتب أيها الأحبة معد البرنامج السيد قاسم العجرش الخاتمة التالية ستلعب أمريكا بورقة الإعلام والطابور الخامس وبلبلة الأوضاع الداخلية لبعض الدول التي تحتفظ بأوراق قديمة تبعثرها في أجواء هذه البلدان وتستبقهم بأحداث تجعلهم ينشغلون بها لتحييدهم عن أصل القضية السفيرة الأمريكية رومانسكي أعلنتها صراحة أن مظاهرات ستندلع وأن على السوداني التعامل معها بحكمة تهديد علني غير مبطن واعتراف بأن التظاهرات تندلع بضغطة زر أمريكي موجود في جمهورية سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأن الزر بيد السيدة رومانسكي ذاتها فهل فينا من ينتزع الزر من يدها ويرميه في وجهها يمكن ماكو من هو قادر على ذلك غير ولد الشايب السلام